في البداية أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الهيئة العامة للأشغال على الجهود الكبيرة التي تبذلها في مجال حماية البيئة، وأحب أن أنوه أن توفير بيئة سليمة وصحية وآمنة له من الحقوق الأصيلة المكفولة للإنسان. لذلك حرصت اللجنة وطن الإنسان للمشاركة في هذه الفعالية الهامة. أن للتشجير دور مهم وحيوي في الحياة وما يساعد على زيادة جودة الحياة وتنقية الهواء. And we're here today to help with the planting of trees in the program to help Qatar and to develop the ecosystems within Qatar. And we're delighted that we've been invited to take part and we're excited to follow this program. جايين هنا عشان نزرع شجرة ونحافظ على دولتنا قطر. وجيت مني عشان أزرع شجرة أشجار ووايد استانسنا وأسوي هذه عشان أحب بلادي قطر.